هنالك الكثير من الهجمات كما تعلم على القواعد العراقية التي يتواجد فيها مستشاري التحالف الدولي في العراق وفي سوريا، وكل هذه الهجمات تتبناها الفصائل الموجودة في العراق، يعني حتى في سوريا الهجمات من الأراضي السورية، الفصائل العراقية تقول نحن من نقوم بهذه الهجمات من دون حرج نهائيا. هنالك جرحى أمريكيين يا سيدي الكريم، 24 جريحا من الجنود الأمريكيين بكلام رسمي من البنتاغون أيضا في نفس الوقت، يعني إن كانت لهم النية في قتل جنود أمريكيين، وها هم يهددون القواعد في دول الخليج العربي. هل تعتقد أن الولايات المتحدة نوعا ما يعني حرجة، نوعا ما في موقف حرج، لأننا نتحدث عن العراق هنا؟ هل تعتقد أن الولايات المتحدة تتباطأ في مسألة الردع أو ضرب هذه الأطراف تحديدا في العراق، لأن الأمور قد تتصاعد، قد هذه الفصائل تبحث عن إخراج القوات الأمريكية باستخدام القانون على سبيل المثال؟ يعني ما هي قراءتك للتباطؤ الأمريكي في الرد على كل ما يجري ضدهم؟ نعم، أعتقد بأنك مصيب، وأعتقد بأن إدارة بايدن لا ترغب في أن تخاطر بإزالة قوات التحالف الدولي من العراق، وأعتقد بأنهم حذرون في كيفية ردهم. لا أعلم إذا كنت قد رأيت ذلك، هناك رأي في جريدة الإيكونومست لهذا الأسبوع لي، وهنا جدلت بأنه من أجل أن يبقى الأثر الردع للولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة ينبغي أن ترد على استفزازات هذه الجماعات، ولكن الأهم للطرف الذي يلقي الأوامر على هذه الفئات وهي إيران على وجه الخصوص. إيران حقيقة هي المقرر هنا، تعلمهم يقدمون الإرشادات والتوجيهات ويقدمون الضوء الأخضر والضوء الأخضر بهذه العمليات، فإيران هي التي تصدر الأوامر هنا، وهي التي تخلق البيئة لرفع مستوى التوتر هنا. وإذا لم ترغب الولايات المتحدة في أن تهاجم، فإذا ينبغي أن تدفع هذه الأطراف المهددة السعر. ولذلك نصيحتي بأن الولايات المتحدة ينبغي أن تكون جاهزة أيضا لأن تنخرط في نوع من الأعمال.